أوفا، بتقع أوفا في جمهورية باشكورستان اللي هي جزء من الاتحاد الروسي. إن شاء الله من يوم 23 ل 24 سبتمبر من السنة ديت هكون مع مجموعة شغالين على مشروع للبلوجرز اللي موجودين في تترستان وفي باشكورستان. المشروع أشبه ما يكون بتبادل ثقافي، بحيث إنه صناع المحتوى اللي في تترستان يروح لباشكورستان، صناع المحتوى اللي في باشكورستان يروح لتترستان، وبالتالي يكون في نوع من التوثيق ونشر المظاهر والثقافه والعادات. خلال يوم السبت والاحد ان شاء الله هكون مع فريده ضمن المشروع دوت. احنا صناع محتوى من كازان هنروح على اوفا، وبالتالي نقدر ان احنا نوثق ونعمل محتوى على انستغرام بالمدينه ديت وثقافتها. وبالتالي كنت حابب ان انا اسالكم لو في حد من المدينه ديت او بيدرس هناك كده يقدر ان هو يفيدني بحاجه او ان هو يديني نصايح حتى قبل ما اروح هناك، يشارك معايا هنا على الفيديو دوت. وانا متحمس جدا ان شاء الله للتجربة ديت، واتمنى انها تكون تجربة لا تنسى. انا متأكد انها هتكون كده. ابقوا معنا ان شاء الله يوم السبت والاحد، وانتظروا.